بالنسبة لبيان الرئيس زروان، لأنه اعترف باللقاء مع الجنرال توفيق واقتراح الجنرال توفيق عليه منصب أنه يسير المرحلة الانتقالية، هذا بطلب من سعيد شقيق الرئيس. في هذه الحالة تحول شقيق الرئيس إلى يحل محل المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمؤسسات العسكرية، حل من شخص ليس له بطاقة تعريف معروفة رسمية إلى شخص أنه هو اللي يعين الرؤساء. يقترح على الرئيس زروال أن يعود للحكم، هذا باتفاق عائلة بوتفليقة لتسيير المرحلة الانتقالية. لكن الشيء المطروح، أين هي المؤسسات الرسمية اللي كان من المفروض هي اللي تقترح على أي شخص، أو احترام المؤسسات الدستورية ليأتي فيها بعد زوال أو ذهاب الرئيس تأتي مؤسسة المجلس الأمة برئيسها، وهو الذي يحل محل الرئيس في حالة شغور منصب الرئيس. هذا الشخص اللي هو أخ الرئيس يذهب إلى السيد التوفيق، والتوفيق يمشي إلى السيد زروال ويقترع عليه هو اللي يحل محل الرئيس، وهذا خطأ أخلاقي وخطأ دستوري وخطأ قانوني. لحسن الحظ أن الرئيس زروال رفض وقال أنا لا أفسد عرس الشارع وسأبقى مع الشعب ومع الحراك. هذا 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 بالنسبة إلى موقفي ورؤيتي لبيان السيد زروال. زروال مجاهد، زروال مناضل، زروال رجل دولة، فلا يستطيع أن يمشي هكذا ويكون ضد القوانين وضد الدستور. شكرا.